اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه لما ولاه مصر في العهد العظيم والمشهور والكبير قائلا: ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغيار. كما أسلفت في الحلقة السابقة أن معظم العهد لمالك هو أن الإمام صلوات الله عليه يعلمه أصول التعامل مع الرعية. في هذه الكلمات الأخص منها الأولى عندما يقول له: ولا تنصبن نفسك لحرب الله، يريد الإمام صلوات الله عليه أن يبعد العامل مالته عن الظلم، يريد يعلمه أن لا يكون ظالما. فقال له: ولا تنصبن نفسك لحرب الله. كيف يكون الإنسان وبالأخص الوالي ينصب نفسه لحرب الله تعالى؟ الله تعالى ليس من سلك الممكنات فيأتي الوالي ويمسك سيفا ويقاتل الخالق، أبدا، وما عند ذيك القوة على أن يحارب الله تعالى، لا مادية ولا معنوية. فكيف الإنسان وبالأخص الوالي يكون محاربا لله تعالى بظلم عباده، بالجور على عباده، بأكل أموال العباد، اغتصاب حقوقهم، يحارب الله تعالى؟ ولذلك يقول له: ولا تنصبن نفسك لحرب الله. يعني يا مالك، عندما تظلم عباد الله تعالى فقد نصبت نفسك محاربا له، نستجير بالله، فإنه لا يدي لك بنقمته. شنو يعني؟ يعني أنت ما عندك قوة على دفع نقمته، النقم يعني العذاب، لا تستطيع، ليست لك قوة على دفع نقمته وعذابه. بعد: ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ما تقدر تستغني عن عفوه ورحمته، فإن الإنسان مهما كان رفيعا، مهما كان قويا، مهما كان له ما له، لكن يبقى فقير لله تعالى، يستجدي العطف من الله تعالى. ولا
يكون محاربا لله تعالى. يفترض على الإنسان مهما كان قويا فهو فقير محتاج. إذن ظلم العباد مبارزة لله تعالى. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، هذا النص، فإنه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. من بعد ذلك ينتقل الإمام صلوات الله عليه، يقول للمالك: ولا تندمن على عفو. شنو يعني ولا تندمن على عفو؟ يعني يا مالك، إذا عفوت كما أسلفت، هنا الإمام يتكلم مع مالك كحق شخصي لمالك، كوالي، كعامل، كحاكم، لا حقوق الآخرين. يقول له: إذا عفوت عن المجرم الذي أساء إليك فلا تندم على ذلك العفو. لماذا؟ لأن عاقبة العفو خير من عاقبة الانتقام. بالتالي إذا عفوت عن المجرم، عن المسيء الذي أساء إليك شخصا كوالي، فلا تندم على ذلك العفو. ولا تبجحن بعقوبة. تبجح يعني الفرح الشديد، يعني يا مالك لا تصيبك النشوة، لا تفرح إذا عاقبت أحدا. ولا تبجحن بعقوبة، فإن عاقبة الانتقام سيئة مهما كانت حقا. ما هذه الأخلاق؟ وليتعلم العالم من سلوك الإمام علي صلوات الله عليه، حتى يكون هذا العالم سوي. بعد: ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. البادرة شنو؟ يعني الغضب. المندوحة يعني المفر، المخلص، المتسع. يقول له: يا مالك، إذا وجدت مندوحة مفرا مخلصا من الغضب ففر إلى ذلك المتسع، لا تغضب، لا تستعجل، لأن الغضب من جنود إبليس وجنود عظيمة عند إبليس، كما يقول الإمام علي صلوات الله عليه أيضا في نهج البلاغة. يقول للمالك: لا تستعجل، لا تصدر فد أمر وأنت غضبان وأنت واجد مفر ومخلص ومتسع، فاتركه حتى تهدأ ويسكن روعك، من بعد ذلك قم بذلك الأمر. ولا تسرعن، هذا النص، ولا تسرعن إلى بادرة، إلى الغضب، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. فاصل قصير وللحديث تتمة.
ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. ولا تقولن يا مالك إني مؤمر من قبل الخليفة عليكم أيتها الرعية، ولا تقولن إني مؤمر آمر، أنا آمركم فأطاع، فيجب على الرعية طاعتي. الإمام صلوات الله عليه يقول لمالك ابتعد عن هذه الأشياء، لا تقولهم أني آمرني الخليفة وأنا جيت أتأمر عليكم وأنت واجب عليكم طاعتي. الإمام يقول له بأبي وأمي فإن ذلك إدغال في القلب. شنو يعني إدغال في القلب؟ يعني إفساد في القلب، يعني دخول الفساد في القلب. وأنت تعلم إذا دخل الفساد في القلب فهو من أشد الأمراض التي تصيب الإنسان، يعجز عنه الأطباء، مرض القلب المعنوي. طبعا الإنسان عندما يقول لرعيته أنا مؤمر من قبل الخليفة آمر أنا عليكم فأطاع وتكون تطيعوني، الإمام يقول فإن ذلك شي يسوي؟ يحدث دخول الفساد في القلب. قلب الإنسان يفسد، وإذا فسد قلب الإنسان لا تقوم لهذا الإنسان قائمة. ومنهكة للدين، المنهكة يعني المضعفة. يقول له يا مالك إذا تكلمت هذه الكلمات حتضعف دينك، تضعف قيمك، تضعف مبادئك التي أنت نشأت عليها، وتقرب من الغير. هنا أهم الكلمات، وكل نهج البلاغة مهم. شنو يعني وتقرب من الغير؟ الغير البعض يقول حادثات الدهر بتبدل الدول، يعني يا مالك والحقيقة هذا فد رأي كلش يستعز به، يقول له يا مالك ترى تنشال حكومتك وتجي غير حكومة، هذه هي الغيار. وقيل من الاغترار، وانت تدري الاغترار بالسلطة يوقع الحاكم والبلد في تطورات غير محمودة، وكما ترون معظم الحكام والسلاطين يعلمون بأن النتائج واحدة إذا ظلموا الرعية، ظلموا العباد، نتيجة تكون شنو؟ ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. لكن هل يتعظون؟ كلا، ويجون غيرهم وما يتعظون، ويجون غيرهم وما يتعظون، ويجون غيرهم وما يتعظون. الإمام يقول للمالك إذا قعدت أنت قمت تتأمر عليهم، قمت تشلبه عليهم، قمت تحود بيهم، قمت تتعاملهم بالإمرة، قمت تهددهم بالرئيس مالتك، شوف مؤمر آمر
فأطاع. هذا ايش حيودي للوالي؟ هكذا هو الإمام علي عليه السلام يعلم العامل مالته شلون يتعامل مع الرعية. يقول له بدون إمرة، بدون شموخ، وهو القائل بأبي وأمي، هو الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة. وأيضا إن شاء الله تعالى أمر على هذه العبائر. كان يقول لهم: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة. احنا ناس مو جبارين. اريد اربط لك بان الامام صلوات الله عليه يكره هذه اللغة اللي هي لغة الامرة وسحق الناس مهما كانت النتائج من خلال الدولة أو من خلال السلطة. الإمام صلوات الله عليه كان يقول للرعية: أنا أعلم ما هو العلاج، أعرف للعلاج، أنا أعلم ما هو الذي يقيم أودكم عوجاجكم، لكن لا أرى أن أصلحكم على حساب فساد نفسي. ليش أقول لك؟ فإن ذلك إدغال في القلب، هذا الشموخ على الرعية، هذا التأمر على الرعية، هذا يدخل الفساد بالقلب. الإمام صلوات الله عليه كان يقول لهم: أنا أعرف ما هو العلاج، لكن ما لا أدبكم على حساب أفسد قلبي، أفسد نفسي، كلا وألف كلا. هذا هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. بل يوصيه لمالك ويكتب لمالك بالعهد، وإن شاء الله تعالى أيضا أمر على هذه العبائر. يقول له: يا مالك، كن رحيما، كن ودودا كما أسلفت مع الصغير والكبير، مع التاجر ومع أبو الحرف البسيطة. يصل الحال يقول له: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، اجعل لهؤلاء المحاويج قسما سهما من وقتك، تجلس معهم، تقضي حوائجهم، تدير شؤونهم، تقترب منهم. هؤلاء الضعفاء المستضعفين كن تراعيهم، تشوف شؤونهم. هكذا هو الإمام علي صلوات الله عليه يعلم العامل اللي دز على مصر مالك الأشتر كيف يتعامل مع رعيته، لا بالعنفوان، لا بالكبر، لا بالشموخ كما يفعل السلاطين والملوك. وأنا أسلفت نتائج السلاطين والملوك الذين تعاملوا مع شعوبهم بهذه الطريقة، كانت النتيجة واحدة وهم يعرفونها، لكن هل يتعظون؟ أبداً. هل لزموا دينهم؟ كلا. هل راعوا شعوبهم؟ كلا. هل راعوا الطبقات المسحوقة المستضعفة؟ كلا. اللي راعى الطبقات المستضعفة
واللي كان لا ينام الليل لأجلها. ما تتصور الطبقة المستضعفة المسحوقة شقد شغلت من فكر الإمام علي صلوات الله عليه. يصل الحال كما يقول أحد الكتاب أصبحت تلك الطبقات تمنعه من النوم. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الأرامل والأيتام، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا المستضعفين يا أبا الحفاة يا أبا العراة، السلام عليك يا ملاذ الجائعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.